مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقينا اتصال من عند الأخ الحسين. الأخ الحسين كيعيش في واحد المنطقة بعيدة على الدار البيضاء ب 600 كيلومتر بالضبط. قبيلة ديالهم ألوكوم، نواحي ديال طاطا. طاطا بعيدة على القبيلة ديالهم بحوالي 150 كيلومتر. الحسين شاب طموح، دار مجهود رفقة مجموعة من الأصدقاء، داروا جمعية باش يساعدوا الناس في الظرفية الصعبة اللي المغاربة عارفينها، ثلوج، منطقة الوضع الجغرافي ديالها صعيب. يكفي أنني نذكر مثال هو واقعي في الموضوع. مستشفى بين القبيلة عندهم ورزازات أو طاطا حوالي 140-150 كيلومتر. هذه الجمعية الهدف الأسمى أنهم يفتحوا باب التواصل مع جمعيات، مع الناس، من أجل المساعدة للفئات الهشة في ديك الظرفية. منطقة جبلية صعيبة، مغاربة عارفين النواحي. القبيلة عندهم قريبة لزاكورة، وقريبة لطاطا، وقريبة لورزازات. الفرق ديال الكيلومترات هو 140-150. المستشفى كما قلت في السابق هو الاخر، اللي مريض خصو 150 كيلومتر باش يمشي للسبيطار. الحسين حسن نيته في الموضوع في الاطار القانوني، جمعيه حاصله على الوصل النهائي ديالها، ربط بهم شخص الاتصال جمعيه في فاس. هو يعرضوا المشكل، الوضع ديال الحسين تغيرت عنده الامور، ما هو اسوء. كيفاش؟ تبعوا معايا. الحسين جيتي عندنا 600 كيلومتر، مرحبا بك. الناس ديال الزاورة الله يعمرها دار، ورزازات، المغاربة كاملين، نتوما عندكم واحد الاستثناء. إذا كان ممكن تعاود لي على الخطوات اللي درتو باش تساعدوا دوك الناس، الله اللي عين بهم تما واللي باغا تولدوا، كاينة مشاكل كثيرة، وتما تعرضتوا للمشكل، عاود لي. السلام عليكم السادة المشاهدين، السادة جميع الإخوة اللي كيتبعونا في هذه القناة الفاتية، في القناة اللي سمعنا فيها إلا الخير والطمأنين، والصادة اللي لأن جينا ضربنا واحد المسافة اللي هي كبيرة من طاطا حتى الدار البيضاء باش نمشيو نتنقلوا لفاس، وتلقينا واحد الخبر ما كناش غنتلقاوه صحابنا، واش غنتلقاوه بواحد الابتسامه ولا بواحد طمأنين، ونرضيو دوك الناس اللي مساكن كيتسناو واحد 20 يوم، وحنا كنتعبوا ونجريو بالليل، ومشينا خبرنا السلطات، خبرنا الناس، درنا انا باش نرتب معاك الامور. غادي تعاود ليا على الاتصال اللي جاك، كيفاش تواصلتي مع هاد الجمعيه ولا هاد الناس ديال فاس، وشنو وعدوك وشنو طلبوا منك، وفي الاخر لقيتهم كيضحكوا عليكم. عاود لي بالنسبه لهذه الجمعيه. اتصلوا بنا قالوا لنا راه عندكم واحد 400 قفار 400 مانطاي، الا كنتم مستعدين، الا كاينه شي جمعيه تما اللي بغات تبنى هذا المشروع اللي ولا هذا تجي في هذه المناسبه اللي هي مناسبه الغاليه ديال دخول شعبان ورمضان. وملي طلبوا لينا واحد ترونسبور باش نجيو باش ناخذوا هاد الكميه الهائله باش نفرحوا بها الناس اللي هما مساكن بحاجه ماسه ليها، في نظرا الدواوير اللي هي محتاجة، كاينين معاناة إنسانية، معاناة مادية، ما كاين لا مدخول، ما كاين لا مصانيع لا معامل، والناس مساكن مشتاقين بحال هاد المناسبات، وباش حنا فسمعنا هاد المبادرة ضحينا بالغالي والنفيس، ودقينا بيبان، وخبرنا السلطات، والسلطات تفاعلت معنا، وقلنا لهم شنو خصكم، قالوا لك حنا 6 لي بيغسون باش نجيبوهم باش يوزعوا معنا، والناس مساكن فرحانين ودابا كيتسناونا. ولكن ملي جينا للواقع، فاش ركبنا في الكار من كازا، قالوا لنا الكار اللي جاكم يديكم. هذه راه ما ركبتوش في الكار من كازا، ركبتو من ألوكم. من ألوكم ركبنا تقريبا واحد 600 كيلومتر، وصلنا حتى لكازا. ملي وصلنا لكازا ركبنا في الكار،
اتصلوا بينا قالوا لنا الكار اللي جابكم يديكم، وحنا هادشي اللي بغينا نعطيوه راه الناس مساكن، زوروا دوك دواوير شوفوا الناس بعينيكم، وحنا راه مستعدين باش وهما راه كلشي الحمد لله راه شفتوه في الفيضانات اللي وقعت دابا تقاطع الطرق والثلوج، وكاينين اكراهات ماديه 100%، وكاين الناس اللي مساكن ما عندهمش منطقه، وملي سمعوا المنطقه فرحوا والقفه ديال نظرا لغلاء الاسعار ونظرا الاكراهات الماديه 100%، وكاينين عائلات معوزه وواصلين على هذا. انا غادي نكمل معاك باش نضبطوا الامور مشاهدينا الكرام. الى حلنا في الموضوع، هو المنطقه اللي هي الوكوم كتبعد على ورزازات وعلى طاطا، وكذلك ورزازات طاطا وزاكورا كتبعد بين 150 140 كيلومتر، ما عندهمش كيفاش يمشيو لفاس، خصهم يتبعوا الطريق عن طريق الدار البيضاء. هما الخطوات الاولى اللي دار هذا السيد، انه هذا السيد شنو طلب منهم؟ قالوا المشكل اللي عندنا في الكار، والكار والمازوت ديالو شي 400 ايترو. الجمعيه الناس معقولين، تواصلوا مع السلطات، مع العماله، مع المنطقه، مع رئيس الجماعه، من اجل كل شيء يساهم باش نوفروا لهاد الناس الكار. هاد الناس قال لك مرحبا بهم يجي عندنا وحنا نشوفوا معاهم، نخلصوا لهم المازوت، نخلصوا لهم هذاك الشيء كامل اللي داروا. هنا قالوا لهم نعم مرحبا، نسقوا مع الجمعيه، شدوا الطريق، ملي جاوا للدار البيضاء ربطوا بهم الاتصال، غيروا الراي ديالهم. هذا اللي كيتكلم معاهم من فاس، قال لهم لا غادي تعطيونا مبلغ ديال مليون. هذا قال لهم انا ما يمكنش نعطي مليون، لانه مليون ما عندناش حنا، مليون حنا السلطات هي اللي غتكلف لكم بهذه المصاريف باش توصلوا هذه الرساله النبيله، اذا كانت لكم حسن النيه في الموضوع اصلا. يعني هذا هو الهدف، هذا هو اللي بغى يشرح لنا الان. هنا ملي وصل هو للدار البيضاء سمع هذا الجواب، خمم بحكم العلاقه ديالو ببعض الناس من الدار البيضاء، ربط الاتصال بينا باش جا كيسرد معنا الواقعه. هنا غنشوف الاطار الثاني في الاخير، مهم جدا تبعوا معايا. هنا تغيرت عندك الامور، دوك الناس وعدتهم. ملي سمعت هذا الخبر اتصلت بالاخوه اللي معايا في الجمعيه، خبرتهم، كل واحد تصدم، لان تصدمنا الواقع، لان هادو نصابة، هادو راه غينصبوا علينا، والناس مساكن فرحهم اللي غيسمعوا هاد البادره، ووجدنا لوائح ديال الناس، وحتى السلطات دابا ما عندناش الوجه باش نتواجهوا معاهم نقولوا لهم هاد الخبر، هاد الخبر غير مفرح، والناس مساكن كيتسناو بفارق الصبر. وحتى الاخوه اللي معايا دابا وقع نقاشات، وقع سميتو، لان الحمد لله بعدا ما عطيناهم شي حاجه ديال الماديات ولا عطيناهم باش ينصبوا علينا، وكنتمناو من المغاربه اللي شاف هذا الفيديو باش يتفاعل معاه ويعرفوا بان كاينين نصابه باقيين في البلاد، وهذا الشيء راه ما كيفسرش بالخير. وكنطلبوا من الله عز وجل يشفي لنا جلاله الملك ويدخلوا في هذه المناسبه الغاليه، وكنطلبوا من الله عز وجل مزيد من الرحمه والامطار. والحمد لله هادو راه ما معروفش على المغاربه، الناس المغاربه ناس كرماء، ناس كيعطيو من جيوبهم من اجل المصلحه العامه، وعرفنا بان الناس هادو اللي دايرين هاد الشيء راه قله منهم. انا اللي كنطلب الله سبحانه وتعالى يا ربي والدعم ومجهود المغاربه، انه دوك الناس كما فرحتيهم وصلتي لهم الخبر يتحقق. تبع معايا وغنختم معاك في الاخير مشاهدينا الكرام. فيما يخص الاخ الحسين، هو رئيس جمعيه اللي سميتها جمعيه شجره التنميه والتضامن والعمل الاجتماعي، حاصل على وصل موقع القائد اللي تابع طبيعه الحال وزاره الداخليه اقليم طاطا دائره فم زقيد، ياك قياده الوكوم، هي وهذا الوصل النهائي. هذه جمعيه قائمه الذات، والدستور عندنا فصل فيه واضح انه المجتمع المدني يعني الجمعيه هو شريك مع المؤسسات. هاد الناس عندهم الطابع ديال المصداقيه انطلاقا من الوعد، وانا بحكم التجربه المتواضعه اللي دوزت في المهنه ديالنا انني تنقلت لزاكورا وهذيك النواحي، وعندي معلومات على الطابع ديال هاد الناس، القلب الخالص والنيه الصافيه كيمشيوها بالكلمه. الوضع المنطقه، الوضع ديال المنطقه تما وضع صعب،
كما أقول دائما أسباب تختلف والغاية واحدة. الهدف ديالهم يمشيو عدد الناس عن طريق من تما عندهم الدار البيضاء، ومن الدار البيضاء يمشيو لفاس باش يكملوا معاهم ويمشيو يهزوا هاد المينطات وهاد السلع يفرحوا دوك الناس. إلا أن الطرف الثاني كان رأي آخر. هذه أسباب والغاية واحدة. يقدر يكون سبب اللقاء ديالو بينا أننا حنا نوصلوا الرسالة ديال هاد الجمعية. هذا الشق الأول. الجانب الثاني هو النداء للجمعيات المعقولة الهادفة والمغاربة في المغرب وخارج المغرب. غنوضع رقم الهاتف ديال هذه الجمعية، كما أتمنى أنه نحققوا لهاد الناس هاد الشيء اللي الدارجة المغربية ضحكوا عليهم ناس أخرين، حنا نكملوا المسار ونفرحوا هاد الناس. دورنا هو أننا ننتقلوا لعي المكان، أنا ما غتغلبنيش 600 كيلومتر، ونمشي للمنطقة إلا كاين تضافر جهود بين الناس وقدروا يتواصلوا معهم ويحققوا لهم هاد 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 الكنز. بالنسبة لهم هما راه كنز، لأنه المنطقة الوضع صعب، الوضع الجغرافي الطقس تما صعب، إشكاليات اليد العاملة ما كايناش، وحتى السبيطار ما كاينش. إلا قدرنا نديروا هاد الخطوة في التنسيق بيننا، ودورنا باش ناخذ الحدود ديالنا حنا هو نقل الخبر. سوف انتقل لعي المكان لتتبع تضافر جهود المغاربه، وكذلك اللي بغى يدخل على الخط كل من يساهم فضل الاجر محسوم مع رب العالمين. غنوضع رقم الهاتف ديال الحسين اللي هو رئيس جمعيه شجره التنميه والتضامن الاجتماعي اللي كاينه في قياده الوكوم اقليم طاطا. نساعدوا هاد الناس، نفرحوا هاد الناس، وسوف انتقل ان شاء الله لعي المكان ونوصل الرساله ديال هاد الشيء اللي كان ما غيتحققش بناء على افكار ديال الناس اخرين اللي كان عندهم نيه سيئه، وحنا نقول لهم لنا راي اخر مكتوب رب العالمين ومجهود المغاربه. مشاهدينا الكرام، سوف ابقى ان شاء الله متتبع القصه ديال الحسين اللي جاب حسن نيته باش يفرح دوك الناس، وهنا تصدم بواقع مر، ولكن يقدر الله سبحانه وتعالى وضعنا احنا سبب نوصلوا الرساله ديالو ونتبعوا معه المسار ونمشيو لتما عما قريب ننتقلوا لعي المكان. مشاهدينا الكرام، الرساله الاخيره، ارجوكم كل من ساهم او ساعد مع هذه الجمعيه اللي هي قانونيه بوثائق ديالها ضابطه الامور، ندخلوا الفرحه والسرور لهذه الدوائر اللي الوضع هش بشكل كبير، وحنا دورنا نسق معاه غنتقلوا لعي المكان وغادي نوضعوا الناس في الصوره اكثر إلى توفقنا في هذه المهمة. مشاهدينا الكرام، عندي الكلمة الأخيرة، النداء وصلناه، ويا ربي جمعيات المغاربة في المغرب خارج المغرب بغيت يتواصلوا معك إن شاء الله. يا ربي هادشي اللي كنطلب وكنتمنى يتواصلوا معك، وأنا الأول غننتقل عندكم لعي المكان ونشوفوا الناس أنكم ديك الرسالة اللي طلبتوا عطاوها لكم وصلتوها، وحنا ننقلوا الخبر. كيفاش كتشوف الأمور؟ ونتمناو من الله عز وجل نتوفقوا في هذا المنصب اللي شدينا في الجمعيه، وجمعيه فاتيه وفيها شباب اللي هما اكفاء وبغاو يخدموا البلاد ديالهم نظرا للصعوبات والاكراهات اللي كتعيشها المنطقه. وهاد الناس اللي محتاجين لهاد المعاونه نتمنوا من جميع المغاربه اللي كيسمعونا داخل الوطن وخارج الوطن اننا نحققوا هذا الانجاز لهاد الناس مساكن اللي في حاجه ماسه لهاد الشيء. ونتمنى من الله عز وجل وعواشركم مباركه ومزيد من الازدهار والتالق. قلتها في الصافي، كنت تما وكنعرف هاد الناس بزاف، ناس اروع الناس والله العظيم. مشاهدينا الكرام، النداء الاخير، ارجوكم يا ربي اننا نحققوا هذه الامنيه لهاد الناس ونديوا الاجر كاملين. وسوف انتقل كما وعدتكم لعي المكان، وسوف انقل لكم واقع تما بالصوت وبالصوره. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.